छोटे छोटे पौधे बना करके ये सब. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نأخذكم في جولة في مزرعة بئر عثمان رضي الله عنه، وسنقترب قدر الإمكان من هذا البئر الذي أوقفه خليفة المسلمين، وأجره إن شاء الله إلى قيام الساعة. نحن الآن نمشي في مزرعة هذا البئر. في هذا المكان المبارك من المدينة المنورة يقع هذا البئر المبارك، كما تشاهدون هذا هو بئر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهنا بعض الزوار الذين يزورون هذا البئر. اليوم من الله سبحانه وتعالى على المدينة وأهلها بأمطار الخير. طبعا هذا هو البئر كما تشاهدونه، أسأل الله سبحانه وتعالى كل من شاهد هذا المقطع أن يوفقه لزيارة المدينة المنورة، وأن ييسر أمره ويفرج همه وينفس كربه. هذا نخل المدينة المنورة وأشجار المدينة. أجواء جميلة جدا نتمناها لكل محب ومشتاق للمدينة المنورة أن يزور هذا المكان. المسجد النبوي هذه الأيام مزدحم بالزوار ممن اختاروا أن تكون عطلة نهاية العام في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد لأن يقضي أوقاته في طاعته، في حين نجد أن كثيرا من الناس يقضون هذه الأوقات في معصية الله سبحانه وتعالى أو في أشياء لا تضرهم ولا تنفعهم، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.